اللهم ابعد عنا الاصابات امين، الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الاربطه امين. جماعه نحن هلا خلصنا غدا، وطبعا المعروف انه وسيم بينام بعد الغدا، وطبعا انا كعادتي اللي بتعرفوه وصرته بحبك دائما شيء قبل هدول اللي دفعت لهم زياده مشان يرجعوا لصفتي. ماشي اجباري انا بحتاج بدي حدا معي يساعدني، لذلك اضطريت ودفعنا كمان دولار، وما بيمشوا الا بالدولار كمان. المهم المعروف انه وسيم دائما بينام بعد الغدا، هلا تغدينا وخلصنا وشلنا كل شيء، وسيم دخل ينام شوي، طريق سفر وتعب ومو نايم كثير، وانا حبكت له مقلب غير شكل واثقه من نفسيها مش واخد بالها كده. ما حط لي هو بالفيديوهات السابقه شيء انا مستحيل يخطر لي، وما رح يخطر لي شيء يخوفني فيه شيء انا بكرهه ومبطيقه، ما توقعته رح عمله فيني، بس هلا انا رح رد له يا بشيء مستحيل يخطر بباله وبهيك مكان. واللي هو يعني نحن جايين على اساس انه قاعده وعادي ويومين وحلوين وكذا، بس مستحيل كان يخطر له اني انا رح اعمل فيه مقلب هون، لذلك انا حاسك المقلب قبل ما اجي اللي هو تن. لا جبت هاي قبل ما اجي، هاي لزقات واقف للشعر. يا دين النبي الحلاوه دي، قالوا دي ازقه اكيد وسيم رح ينجلط. هذا 20 وحده، انا بظن لازم نستخدم ال 20. هلا انا رح استخدم له تنتين، حرام وحده عيد وحده. انا ما بحب خلي بالصندوق، نستخدم ال 20. ما فيني وندي بننطف الزلمه. بدي اشيل له تنتين وحده بس اطمن واتاكد انه هو نام وغفي على الاخير، بيدخل عليه ازق له وحده عيد وحده عيشه. ايه بس الطريقة ابدا ما يطالع صور نهائي يعني، طبعا حيبكت انا كيف كمان احط له يعني، بس انا ما طلته لينام منيح. خلينا نفتحهم هون احسن، هو هيك انا رح افتحهم هون. بلشنا هلا هون عم برجي انه تخيلوا رجال تنتفوا شعره شو بده يصير؟ اوسخ من كده ما فيش، عمري ما شفت اوسخ من كده. يا سلام، لقوا من اللزق القوي كمان. اوه نو، هذه وحده غير شكل، هاي وحده، هاي تنتين هون وحده هون. طب فينا لزق له انا؟ استنى فينا لزق له انا؟ تنتين بلزقوا على الطرفين. ماما ماما فينا انا كمان لزق؟ انت بتلزقي على حالك؟ انت ما فيك تتفرجي يا ماما، توقفي جنبي كده بتعملي له بابا بتحطي لي بابا. ايه ايه خلص. طيب شو بدك تعي تعي بدك تلزقي على بابا؟ تلزقي على بابا. تعي 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 على بابا. كيفيك؟ حط له ثلاثة أربعة اللي هو بنلزقوا على الوشين كلها. يا الله نموت. هذا الانتقام على المعارف يعني، نحن يعني جايين ننبسط وقال جايين نغير لنا جو ومدري شو، انا بدي اعطيه مقلب مبكل، بتعرفوا مقالب صرتوا صار مقلب هو مشان يحرم يحرم بقى يعمل فيني شيء. اوعى يلا انتوا كلكم عليا. ايه 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 بدي فوت. لا انت لا لا انت انا بدي فوت. لا ما بفتح كذا. ماما ماما انت صح؟ لا والله تستعبط، انا شايف عينيك مفتحه وربنا نايم اهو. Thank you.
يلا ماشي، الله يخلي لنا اياك. الهي حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. يلا يا عمر الله. يلا خلي بابا كله بقى تمام يا باشا، مية مية. بابا مفكر حاله سليم، يغلى هو بالتليفون. يا وسيم بغطيك؟ لا الله يخلي لنا، الله يخلي لنا اياك. جماعة ولا حس هلا ولا قام، دليل انه تعبان عن جد يعني. كان رح ادخل ارجع هيئه ونظام يعني. اوكي هلا عادي نظام. وسيم وسيم بابا تاخرت. خلي سامع مفيقك. يلا طولت، ما جيت فيقتك وما فقت. تعبان يا ويلي. تعبان؟ يلا قوم نفرش اسنانك. يلا كسرت نومتك شوي. يلا نفوت على الحمام عشان رح قبل ما تعب. يلا قومي لبابا يا عمر. بابا ايوه شفته؟ برافو يا عمر، انت فيقتي لبابا. جميلة جميلة. اه 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 اه
تريكو تريكو لا تنتهي؟ اي شو عادي؟ مين اللي صار؟ محسوبك محسوبك بعملكم بالرفق واللين والهوادة والمحبة والأبوة. أنا معهم كمان. أنت زهقت؟ لا. هو معنا ندفع له. طيب مشان تعطي 10 دولار بعطي أكثر. طيب طب شيليهم. طب شيليهم شرب شيليهم. لا بدك تنام. لا بص شو قول؟ هلا إذا شلتهم بدي نام الشعر كله؟ ما بعرف. بده ينشال إيه طبيعي. بشرفك. إيه. يا شيخ. طب يا عم طب واحد بيعمل مقلب انه بينزل واحد مش بينزل دندان عشان تعرف تحط لي صرارير صرارير ده انجليزي دي يا مرسي هو ورا صرارير صح صح طب تعال مين طب بعد ساعدك بعد ايه شعر ايه لا لا يا سيام بيطلع الشعر يا سيام لا لا لحظه انا بساعده يا قمر انا كمان انت بتشيلي هاي انا هاي تعال هون يا قمر لحظه Why are you crying? اللعنة ليش هيك؟ ليش هذا لسه هون؟ ليش لزقت هيك؟ لأنه على الحرارة عاد ما في شوب ما المشكلة يا سيام انا اذا بدي اضغطك وحط لك تنزيع انت شعرتين انت في الشعر وكيف بدي امرك الشعر؟ شعري يا رجيمة لحظة جيب لكم مهارة مرطبة يا سيام طب ليش هيك عملت هيدي؟ مقلب خفيف نظيف هيك لزقت على الشحاط طب يا سيام كيف هتروح؟ على جيبة ظريف يا الله بس ليكي حرارة عم تحرقني ايه عن نتف هالبار ايه حتى شو نتف ما نتف ليك يا منظر المرة الجاي هون هون ايه هيك ايه انا سوبر مان شو هي شو هي بروحوا ايه بروح وين بروح مش عم بروح هلا بروحوا بالمال رافع عن العين مثل الزيت اخ يا اقسم بالله قصدي شو خطركم لا ما مقسومه في ما هون شعر هون شعر هون شعر مقسومه من النار اجيني انا لكن مقسومه راح اطبع على البرتقال يا بعد مسح تبع البرتقال مسح يلا اعطيني محارم عادي والله رح 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 اعطوني محارم راحوا راحوا بس اعطوني محارم بس هذا زيت كانه ايه ما هو داخله مثل مرطب شبك واه نعمه تعيمي يا تعيمي يا تعين عن هلا بدك تعزمنا على النظيف منيح من حظه والله حاطين هال شو اسمه المحارم المرطبه اصليات والمحارم لولا هيك بقي فيهم خليك نعمه شو خطرتكم شرفت انا جايبكم عملكم مفاجاه على كهف قلب الجبل دافع دم قلبي انتوا جاي تعملوا فيه مقلب مشان شو الله جبرك تجيب لنا صراصير وحيايا لك يا عم هذا اخسر زر ايه ابشع من هاي مش ابشع من هاي مش اصلي يعني طبيعي يعني. يلا اعملي لي هاي تعال اعملي لي هاي النقطة. يعني بدي اعمل مقلب ونظفك ايه شو هاد يلا يا لك لحظه يا عمر شوي بدها تعملهم باول شيء لحظه يا عمر لحظه هذا ننظفهم اخ ليك معلمه محله يا جماعه حمراء نتف قل الشعر ليك بطل في شعر يا عادي في احلى من النظافه انا اجي صارت كلها حمراء في احلى هون هون حمراء هون حمراء صح في احلى من النظافه اجي كلها حمراء صارت ليك بتلعب يا
انا عنده شعرتين ونص بس. لا هلا بخلاص. بس انا طب سهام هون احمرت. انت ليه لزقته على ادم؟ ادم ما عمل شيء. ما انا شو بدي ازق عليك في الشعر؟ شو بدي ايه؟ او في الشعر. هلا منيح ما نزل لتحت، لو نزل لتحت من كارثه. اجينا ليك احمرت يا ليك كيف حمرا يا سهام. برافو. بس شرفت يعني بتفيق. انتوا بتفيقوني هيك من النوم بشرفت. انا لما بدي انا لما بدي احبك شغله بحبك، لو كنت اخذني على القمر بدي اعمل فيك المعركه. نعم. لا 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 بدوخ بدوخ بدوخ. يا الله يا امي. وانتو في تايزر. نو 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 والله والله وجعتيني. هلا اذا انا امتى جماعه لا يعمل فيني شيء، ما بيعمل في شيء جماعه. اذا هلا انا امتى؟ لا لا تلزق، ما عاد في محارم، ما عاد في محارم. ولزقت لها اياها على شعراتها هون. لا ابا شو بس هي انت الخسران. قلبي انت الخسران. تعرف ليش؟ ليه؟ اولا رح اتبشى. ايه؟ ثانيا انت رح تجيب لي الباروكه. ايوه. هلا يا جماعه صار وقت نقدم التحيه لمتابعينا اللي بيكتبوا لنا اسمهم واسم البلد بالتعليقات. جاهزين؟ جاهزين. اوكي. اول تحيه لاول اسم من عائله كامر تيوب ل علي شحرور من لبنان. وشو بدلعوه؟ علوشي. علوشي. علي كتب. هو هيك بقى. هيك كتب. هيك. اوكي لان حبينا نقولها بالضبط مثل ما كتب. هيك. اوكي تحية كبيرة لعلي شحرور من لبنان. مشان هيك بجوز العلامة المميزة يعني. ايوه. علوشي مشان يعرف حاله. تحياتنا له. تحياتنا له. كمان هلا تاني اسم. سانشاين من سوريا. تحية كبيرة من عائلة كاميرا تيوب لسانشاين من سوريا. مبروك. هي تحية بس. تحية ماما، إن شاء الله بتربح وتقولي لها مبروك، أوكي؟ وآخر اسم تحية كبيرة من عائلة كاميرا تيوب ل عاشقة الصمت من سوريا. مبروك. تحية كبيرة لجميع المتابعين يا جماعة، نحن نكبر فيكم، ضلكم تابعونا وعملوا لنا لايكات وحطوا اسمائكم بالتعليقات مع اسم البلد لنذكر اسمكم بفقرة التحية. اوكي شايفين يا جماعة يعني الله ما بقولها، انا بعمل لهم مفاجأة. سترت هلا. سترت لخبي الشعر اللي راح من هون، بس هون انا بلبس شروط كثير. كيف بدي خبي؟ دايما عليك الصابون. شايفين يا جماعة أنا بعمل مفاجآت وهني بيعملوا فيه مقالب. جايبهم من آخر الدنيا لحتى ينبسطوا يومين. شو؟ شو بتحكي؟ ما عرفتش. المهم يا جماعة أنا بعرف شو قالت. قالت حتى أنت اللي تحط صراصير لماما. آه عملت فيه مقالب عشان أنا بحط صراصير لماما، هي عم تحامي عن ماما. هلا رجعوا لصفي. ايه هلا بعدين بكره بعطيهم 10 دولار كل واحد بيجوا صفي عادي. لا اعطتنا هي 50 دولار. 50؟ ايوه. هي بتحكي حكي ما بتعطيك، ما في مين مصريات. لا غيرتهم خالصين. اوكي جايبتهم من مصريات. اوكي يا جماعة يعني شو ما نعمل؟ خلص ما نتقبل هالمقلب، بس مقلب عن جد وجعني. هون حمرا ما عاد في شعر وهون حمرا ما عاد في شعر. حلو النظافة. حلو يعني توقعوا مني مقالب هلا بدنا نشوف. في حرب، في حرب طاحنة بيني وبينهم للجماعة، في حرب طاحنة. اوكي انتوا بتعرفوا مقالبي وبتعرفوا قويتها. والله مقلبها صعبة سيارة. يلا ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا جماعة، وما تنسونا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. بحبكم كثير، اي لاف يو. وانطرونا فيديوهات حلوة كثير مميزة، عندنا فيديوهات كثير رح نعملها بالمسبح والكهف والنشاطات وكل هالتفاصيل رح نقدم لكم اياها ان شاء الله اذا الله راد هاليومين. انطرونا فيديوهات حلوه كثير ومميزه. يلا باي.